بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دوت سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا وعلى طول دايما بتوحشوني. واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الدوت سبورت. حلقة اليوم فيها اسرار، فيها كواليس، فيها كل شيء جديد داخل ملعب الدوت سبورت. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين اني انا مستمر بدعمكم، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. النهارده اول جمعه للكابتن الراحل المحترم الخلوق كابتن ايهاب جلال رحمه الله عليه. عايزين ندعي لكل نجوم الكره المصريه زي كابتن ايهاب جلال، ندعو له بالرحمه. احمد رفعت، علاء علي، محمد عبد الوهاب، نورهان، نرجس، علاء في الجنه ونعيمها باذن الله. وان شاء الله باذن الله اكون دايما عند حسنكم. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طالعين النهارده برضو ايضا بنتكلم على صفقه محتمله، بس الصفقه المحتمله دي بنسبه 70-80% اللي هتكلم عليها، بس مش دلوقتي. عايز اتكلم على لقاء، على لقاء النادي الاهلي وجورماهيا في دوري ابطال افريقيا في دور ال 32، والنادي الاهلي في الطريق الى كينيا، يعني استعدادا للقاء الاحد بعد بكره عنده لقاء دور ال 32. بس النهارده عايزين نتكلم على بعض التفاصيل وبعض الاشياء المهمه اللي عملها مارسيل كولر في اجتماعه الاخير امام محمود عبد المنعم كهربا، علشان كهربا رجع تاني يعتذر مره واثنين وثلاثه، ومارسيل كولر قال له مهما تعتذر اللايحة مش هتتغير، 100,000 جنيه غرامة مفيش مشكلة على راسنا يا عم كولر. يعني هعمل ايه، هلعب ولا مش هلعب؟ قال له برضو دي مش بتاعتك. قال له هتعمل ولا هتسوي يا عم كولر؟ قال له برضو مش بتاعتك. الشيء المؤكد انك تتمرن كويس وتاكل كويس وتنام كويس. قال له بس انا يا كابتن كولر حد كان المفروض يعذرني علشان انا في يومين ما نمتش، علشان طبعا زي ما قلت لكم الحاجة في العناية المركزة، وانتم ما قدرتوش الحتة دي، لكن النادي الاهلي برضو فوق راسي علشان طبعا دي والدتي، ما ينفعش انا اغير والدتي. وشيء مؤكد من الاشياء اني، شيء مؤكد من الاشياء اني، ان مارسيل كولر عنده حته الالتزام والانضباط والالتزام والمبادئ والقيم بشكل غريب. اللي مش هيحضر التمرين يروح جرينت الفسطاط يلعب زي ما هو عايز، اللي مش هيحضر التمرين يروح دريم بارك يلعب زي ما هو عايز. لكن مع كولر بالفعل، واكد هذا الكلام والمعلومه في الحته دي، ان اللي مش هيلتزم مش هيكون موجود. دخل الكابتن سامي ومصنف الموضوع محمود عبد المنعم كهربا، وقال له يا كابتن سامي ده انا كذا وكذا وكذا. قال له يا كهروب دي مش بتاعتي، دي بتاعت المدير الفني. والكابتن سامي ومصنف برضه جاب له من الاخر، عايز ايه يا كهروب؟ قال له عايزك تلتزم شويه علشان انت من اللعيبه كويسه، وانت من اللعيبه المتالقه اللي دايما على طول انت رقم ثلاثه عندي. ليه؟ علشان وسام ابو علي رقم واحد، رقم اثنين وهي الصفقه اللي هتكلم عليها في الوقت الحالي، ثلاثه وهو محمود عبد المنعم كهربا. وهو بيرسي تاو، بيرسي تاو حتى الان متواجد داخل النادي الاهلي، لكن مش في حسبان مارسيل كولر. ليه؟ علشان لو في عرض، لو في عرض من بعض الصفقات النادي الاهلي متكلم عليها هتكون حاجه اجنبيه زي بيرسي تاو، ان هيكون بيرسي تاو خارج حسبان النادي الاهلي. هيجي يقول لك ايه؟ طب انا ليا، انا ليا فلوس وهنتراضى بالتراضي والدنيا جميله. ليه؟ علشان بيرسي تاو جاي له عرضين، عرض في كايزر تشيفز الجنوب افريقي ب 600,000 دولار، ثم الوداد المغربي كان عارض عليه 500,000 دولار، لكن في النادي الاهلي ما شاء الله ما شاء الله بياخد حاجه محترمه جدا، ومش لازم انا اقول عشان ما نحسدش الناس. يعني شيء مؤكد بيرسي تاو متواصل ومتواجد وداخل النادي الاهلي، ولن يرحل عن النادي الاهلي في حاله بديل اجنبي علشان يرحل بيرسي تاو. لكن بيرسي تاو ايضا حتى الان داخل النادي الاهلي. دودي كلمنا عن الصفقات، وبعد كده هنتكلم عن التشكيل الاهلي المتوقع من خلاله في لقاء جورماهيا الكيني اللي هتكلم عليه في حلقه اليوم. طيب مين هي الصفقه يا كابتن دودي؟ الصفقه وهو ديبيس اوسو، ديبيس اوسو الجنسيه هولنديه، صاحب ال 26 عام، مهاجم خطاف، لعب مع النادي اللي فيه الهولندي،
لعب 36 مباراة جاب 28 جون، يعني معناتها الراجل هداف، الراجل محطة، الراجل قناص، وبيس اوسو لعيب عنده 26 سنة زي ما قلت لحضراتكم، هجام ومن العيار الثقيل بمعنى الكلمة. وبالفعل اوسو هو الأقرب لمارسيل كولر، ومارسيل كولر مرحب بهذا اللاعب علشان هيكون المهاجم اللي بعد وسام أبو علي. هل هيكون بعد وسام ولا اوسو هيعدي وسام؟ عايز كولر، عايز المهاجم اللي النادي الاهلي هيتعاقد معاه بالنسبه لاوسو هيكون لازم يكون احسن من وسام علشان الاثنين يكونوا في تفاصل مع بعض او التحامات مع بعض او احتكاكات مع بعض او ينافسوا بعض او يدوسوا على بعض. لكن كده بالحسبان كهربا مش هيكون موجود، لا هيكون موجود بس هيكون ثالث بعد صفقه اوسو للاقتراب والمؤكد بهذا الصفقه القريبه جدا للنادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي في لقاء جورماهيا الكيني في دور 32 ممكن تقول لنا عليه؟ هقول لحضرتك عليه. انا من وجهه نظري تشكيل الاهلي من وجهه نظري في الوقت الحالي، علشان عندك اشرف داري مصاب، برضو امام عاشور، مارسيل كولر قدر عايز يريحه علشان الراجل يكون جاهز في لقاء السوبر مع اللقاء المهم يوم الحد مع جورماها يور ال 32 دوري الابطال. وهكلمك على التشكيل المتوقع من خلالي. ممكن هيلعب بمحمد الشناوي، ممكن هيلعب بمحمد الشناوي، اربعه في خط الظهر، يحيى عطيه الله، محمد هاني، واثنين في قلب الدفاع، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، ناحيه اثنين ديفندرين، اكرم توفيق ومروان عطيه، مجدي قفشه قدام الاثنين، او ممكن يلعب بديفندر واثنين قدامهم. عنده حته الزياده من اكرم توفيق بالحته الهجوميه كويسه جدا. وهيلعب حسين الشحات ورضا سليم وقدام النعامه والغزاله الزاحفيه وهو وسام ابو علي. ده التشكيل الاهلي المتوقع من خلاله في لقاء جورماهيا واللي بتكلم فيه في حلقه اليوم، ومفاجاه السوبر. هل مفاجاه السوبر هتكون فيها انقلابات بشكل غريب؟ علشان طبعا في كلام كبير جدا 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 من الاستاذ تركي الشيخ علشان احتمال بيقول لك يكون في تذاكر تانية مره اخرى، ولما نشوف هيعمل ايه وهيسوي ايه في لقاء السوبر. ومفاجات داخل السوبر خلال الساعات اللي جايه هكون قايل لك عليها ما هي المفاجات. ودي كانت حلقه اليوم بالنسبه للنادي الاهلي وصفقه الهولندي وتالق وابداع واعتذار محمود عبد المنعم كهربا. وبتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اقفل معاكم يا ريت نعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. انتظروني في كل يوم فيديو جديد جديد في جديد من ملعب الدوت سبورت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تقولش ده فكره، خلي عندنا لنستمر عشان المزيد ان شاء الله.